السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله تعالى وبركاته الحديث يبقى عن التوبة حديثنا اليوم عن التوبة هو عن نقطه مهمه جدا عن اركان التوبه عن دعائم التوبه عن الامور التي ينبغي ان تتوفر وتحصل لتتحقق التوبه الحقيقيه في القران الكريم اعطى مساحه لهذه المساله ضمن عدة آيات، نقرأ هذه الآيات الشريفة ثم نبدأ بالتعليق. في سورة البقرة في الآية 160 بعد الحديث عن ذنب كتمان الآيات الإلهية. الإنسان عنده علم بحكم إلهي، بحكم شرعي، يكتم هذا العلم، يكتمون الآيات، هذه المسألة اللي كانت ينقلها القرآن عن اليهود يكتمون يظهرون ما يريدون عندما تكون في مصلحتهم ويخفون الآيات اللي تكون ضد مصلحتهم. فبعد ان يشير القرآن الى هذا الذنب اللي هو ذنب كتمان الآيات الالهيه والعقاب الذي يترتب على ذلك تقول الايه الشريفه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم نرى انه بعد التوبه هنا ان الذين تابوا جاء هناك عنوانان اخران جاء عنوان واصلحوا تابوا واصلحوا والثاني هو وبينوا بينوا لانهم كانوا قد كتموا الايات فتوبتهم العمليه الحقيقيه هي ان يعيدوا اظهار هذه الايات يعني كان عندهم حكم شرعي معين اخفوه عن الناس عاده من هم اللي يخفوا هذه الايات لهن الاحبار لهن العلماء لهن المتخصصين بالعلم الديني بالاحكام الالهيه فيكتمون ما انزل الله من اكبر الكبائر ان الانسان يجي يكتم ما انزل الله, الله الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء وامرهم بالتبليغ بلغ ما أنزل إليك هاي الرسل تريد أن توصل هاي الرسالة الإلهية طيب الرسل أوصلوا الرسالة وأبدوا الأمانة يجي العلماء اللي بعد الرسل يكتمون ما أنزل الله الله عز وجل يأمر بما فيه المصلحة للمجتمع والمصلحة للفرد لما فيه خير الدنيا ولما فيه خير الآخرة عندما تتعارض هذه الأحكام الإلهية مع مصالح هؤلاء الأشخاص يكتمون ما أنزل الله مثل الآن ترون الحكم الجهاد واضح في الشريعة الإسلامية نحن تكلمنا في محاضرة من المحاضرات حرمة تولي الكافرين حرمة الركون إلى الظالمين أين هم الآن علماء البلاد الإسلامية صوت واحد ما بنسمع دعما للمسلمين المظلومين المجاهدين الثابتين في أرض الرباط أرض المسجد الأقصى صوت واحد ما بنسمع في بلاد الكفر يحصل هناك مظاهرات في بلاد الإسلام بالعكس بيطلعوا وعاظ السلاطين وهؤلاء اللي هن يسمون بعلماء للأسف هن حقيقة علماء البلاط يسترزقون من هذه الدول بيطلعوا يبرروا وبالعكس يهاجمون المجاهدين طيب توبة مثل هؤلاء وأمثالهم هي مش بس أنه أن يندموا لا أن يعودوا فيبينوا لأي واضحة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كانوا قد كتموا طيب هذه ركن من أركان التوبة نتعرف عليه أنه أنت ما هو الذنب الذي ارتكبته أيها الإنسان عليك أن تقوم بغفرانه عمليا بجبره عمليا كنت قد كتمت حكما الهيا فعليك ان تظهر هذا الحكم الالهي طيب بالروايات رح يجي توضيح اوسع من هذا الايه الشريفه طيب ايضا بسوره ال عمران بعد الحديث عن الارتداد وانه الانسان يرتد عن الدين وعقاب الارتداد قالت الايه الشريفه إلا الذين أي 89 من آلة عمران إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني ندموا فتابوا فعادوا فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأعلنوا الإسلام الآن شو المطلوب أن يصلحوا حتى يثبتوا على هذا المبدأ أيضا في الآية 146 من سورة النساء الحديث كان عن المنافقين وبنعرف نحن المنافقين هن جماعه يظهرون الاسلام ولكن في باطنهم ما تنطوي عليه نفوسهم في عقيدتهم الداخليه قلوبهم معقوده على الكفر على الشرك فهن يظهرون شيئا ويبطنون خلافه وطبعا القرآن الكريم تكلم بمساحه مهمه عن المنافقين وحذر منهم حتى انه في سوره كامله سوره المنافقون وسوره التوبه اللي هي من اواخر السور نزولا كثير الكثير من اياتها حديث عن المنافقين وفضح للمنافقين واساليبهم وحالتهم فاذا المنافقين بلاء طيب هؤلاء كيف في امكانيه ان يتوبوا؟ نعم قال عز وجل الا الذين تابوا وأصلحوا طيب هول بمين كانوا معتصمين المنافقين كانوا يعتصمون بالظاهر بالإسلام فيحقنون به دماءهم وأنفسهم لكن بالباطن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم طيب الآن المطلوب منهم أنه مش كل ساعة مثل ما بقولوا عنا ينقلون هذا البندقية من كتف إلى كتف المطلوب أن يثبت على صراط واحد ولذلك تقول الآية إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله ما في اعتصام بغير الله الله سبحانه وتعالى هو اللي بده ينعقد عليه الظاهر والباطن مش انه في الباطن تكون شيء يا ايها المنافق وفي الظاهر شيء اخر توبتك الحقيقية ان لا تعتصم الا بالله مش تعمل حسابات اخرين لانه المنطق اللي كان يحكوا فيه المنافقين والقرآن حكى أنه نحن خلنا نعمل حساب الرجعة خلي علاقتنا طيبة مع قريش خلي علاقتنا طيبة مع اليهود لعل الغلبة تكون لقريش أو اليهود فيكون لنا شو خط عندهم خط عندهم المطلوب أنك لا تحدد مبدأك وتتحمل كامل المسؤولية عنه مع الإسلام والمسلمين حتى لو قتلت مع المبدأ الإلهي هذا الاعتصام بالله عز وجل بعد الاعتصام وأخلصوا دينهم لله واضح هذه من أركان التوبة إذن في كل مورد بما يتناسب مع الذنب اللي بيكون مرتكبه الإنسان عملية الإصلاح تكون في سورة النحل الآية 119 الله سبحانه وتعالى يقدم لنا عنصر التوبة بمثابة قانون كلي يستوعب كل الذنوب يعني ممكن أن الإنسان يتوب من كل الذنوب فقال عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة شرحناها في المرة الماضية لكن بدنا نستفيد منها هنا من ناحية أخرى ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم هذه عم تعطي القاعده الكليه انه مهما كان الذنب يمكن التوبه منه لكن بشرط ان تصلح الفساد اللي سببه هذا الذنب. يعني اذا كان الذنب غيبه للناس بدك تروح ترتب امورك مع الناس. اذا كان الذنب اكل حقوق الناس بدك ترجع ترجع المال للناس. اذا كان الذنب ترك صلاه بدك ترجع تقضي الصلاه. اذا كان الذنب اعتداء على الناس على الآخرين بدك تروح تتسامح منهم ولذلك نحن بنشوف انه في عادة جيدة بس ان شاء الله تكون يعني تكون واضحة انه المسألة مش رفع عتب وقت اللي بده يروحوا على الحاج بيجوا بصيروا بدون يتسامحوا طيب ما هي مش كلمة انه ايه سمحتك وانت ما كله ماله ومخسره وما مخلي ولا مبقى فيه و... والحكي اللي نقلته سببت انه يطلق مرته والحكي اللي قلته انه هذه النميمة سببت انه والله يختلف هو ولاده خربت له حياته اخر شيء بتقول سامحني بس كلمة سامحني لا بدك تروح تصلح يعني اذا انت كنت السبب في الفساد بدك تروح شو تعمل تعيد ربط هذه الامور تروح تعترف تروح تعترف بالخطأ حينئذ شو بيكون بيكون نعم انت عم تعمل اصلاح واصلحوا شو يعني اصلحوا؟ يعني اصلحوا كل ما افسدوا، صحيح؟ طيب. وهكذا وهكذا الآيات الشريفة في هذا المجال. إذا لا يكفي انه الإنسان يجي يقول: أستغفر الله، أنه في فهم قاصر يعتبر أنه التوبة هي سهلة جدا. أنه قل أستغفر الله. بيجي طيب بيقول استغفر الله نحن حكينا سابقا ونعيد التوبه هي اول ما تبدا من الداخل من الباطن يعتقد الانسان يعترف في قراره نفسه انه اخطا انه اساء انه اجرم في حق نفسه والاخرين انه تجرأ على الله عز وجل وحينئذ شو بيجي يتولد عنده هذا الشعور بالتغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا التوبه قرار داخلي باطني مش لقلقه لسان. في قصه بهذا المجال مرويه بنهج البلاغه انه شخص قال في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام استغفر الله. أمير المؤمنين كان بيعرف حقيقة هذا الشخص وأعماله لهذا الشخص. ما احب الامير سلام الله عليه انطلاقا من مسؤوليته الشرعيه انه يمرقها بمعنى انه خلاص قال استغفر الله امام امير المؤمنين الناس يسمعون وبالتالي يكفي لعلاج هذا الذنب انه شو يقول؟ استغفر الله وضح له امير المؤمنين بالضبط فقال له ثكلتك امك اتدري ما الاستغفار؟ انت جاي عم تقول كلمه الاستغفار الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان يعني في ست أمور بدك تحققها حتى تكون شو تستغفر بشكل حقيقي أول شيء الندم على ما مضى هذا القرار الداخلي هذا التأسف الداخلي هذا الاعتقاد الداخلي بأنه أنا شو أخطأت مثل هلأ خلينا نقول أنه إنسان بيجي بيكون عم بيتاجر ماذا يحصل؟ بيعمل عملية تجارية غلط، بقول أنا ندمان والله على هالشراكة مع فلان. ليش؟ لأنه خسر، شاف الخسارة أمامه. ندمان إنه والله فتحت المحل هون. ندمان إنه اشتغلت بالبضاعة الفلانية، ندمان إنه طلبت هالطلبية، ليه؟ لأنه وقع في الخسارة. من يعرف أنه وقع في الخسارة يندم. متى يندم المذنب عندما يعترف حقيقة أنه شو وقع في الخسارة أنه أذنب طيب إذن أول مرحلة هذه بحكيها أمير المؤمنين هي الندم على ما مضى هذا الندم على ما مضى ينبغي عند الإنسان العاقل المريد الذي يريد أن يصلح أن يولد إرادة شو أن لا يعود إلى يعني يوقف التسرب يوقف الخسارة يقول أنا بعد كنت تارك الصلاة اريد ان ابدا الصلاة. كنت احكي عن الناس بطلت احكي عن الناس. كنت اكل مال حرام نهيناها بطلنا ناكل مال حرام. ان يوقف شو؟ عملية تراكم الخسارة ولذلك يقول امير المؤمنين والثاني العزم على ترك العودة اليه ابدا. في قرار نهائي انه بعد اني لن اعود الى هذا الذنب. ثلاثة أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. وإلا الله سبحانه وتعالى هو العدل الحكيم يوقف الناس يوم القيامة يا عدل يا حكيم خذ لي بظلامتي من فلان خذ لي بحقي من فلان بالدنيا ممكن ترتبها بالقاضي باتصال مع الزعيم مع فلان بيوم القيامة ما فيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، مش هيك؟ ما في لكل امرئ منهم يومئذ شان ما في حدا بيوقف معك ما في حدا فاذا انت من الان ابدا يا ايها الانسان شو اعمل؟ اذهب الى اصحاب الحقوق واعمل تسويه انت وياهم، أدي اليهم حقوقهم، أدي اليهم حقوقهم استرضيهم أول شيء اعترف أمامهم وإعمل اتفاقية حتى تخلص أنت وياهم حتى تكون صادق في توبتك هتليت. أربعة أن تعمد إلى كل فريضة عليك الفرائض الإلهية في حقوق للناس وفي حقوق لمين؟ لله عز وجل أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها شو عليك صلاة؟ شو عليك صوم؟ شو عليك كفارات؟ شو عليك فدية؟ شو عليك حاج؟ وهكذا. شو عليك من أمور قصرت فيها بتروح شو بتعالجها. خمسة وست كثير مهمين. خمسة: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. هذا الجسم اللي أنت بنيته على أكل الحرام. هذا كيف بدك تطيع الله بهذا الجسد اللي اطعت يعني عصيت الله في بنائه ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشا بينهما لحم جديد الى هذا المستوى يعني بدك تضيق الجسد قساوه طبعا هي حلاوه مش قساوه الطاعه كما أذقته حلاوة المعصية يعني مثل ما هذه النفس قادتك هي إلى المهالك أنت الآن بدك إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره أمير المؤمنين وقت عم يحكي عن خطبة المتقين إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب يعني هو اللي بيقود نفسه مش هي بتقوده فإذا عليه إنه شو يعمل يبدا بالصيام، يبدا ب طبعا هي المعنى المقصود انه ان يعود الى ان ان يعني يتحمل في سبيل ان يثبت هذا المبدا اللي هو التوبه ان يتحمل الى مستوى انه مهما كانت الشده وبيعرف انه هذا الجسد لازم انا اعيد بنائه من جديد، حينئذ يكون صادق. السادس أن تذيق الجسد الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله عند ذلك شوف المسألة مش كلمة باللسان مسألة تغيير حقيقي بواقع الإنسان وإلا الجنة لا تكون في يعني بهذه السهولة أن الإنسان بيجي كل عمره يعصي وآخر شيء يقول أستغفر الله وبيموت كلمه استغفر الله بده في عليها مسؤوليه وين حقوق الناس وين الفرائض وين السهر وين التعب وين الجهاد وين الحسنات طيب بهذا المجال اذا بدنا نجي شوي الى الروايات حتى ناخذ كم روايه ايضا مفيده بهذا المجال وموضحه لما لاركان التوبه إمام علي عليه السلام أيضا برواية مروية عنه ببحار الأنوار يقول التوبة على أربعة دعائم عم يحكي عن نفس المبدأ بس بعبارة مختصرة ندم بالقلب وهذه صارت واضحة استغفار باللسان ما حدا يقول انه احنا لنا شيء لا بدنا اياه بدنا نكرر الاستغفار بس بدنا اياه يكون صادق على القاعده القرانيه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بدك كل استغفار بده يكون في شيء ولذلك اكمل السلام الله عليه وعمل بالجوارح تروح تصلح عمليا وعزم على ان لا يعود هو الأربعة الأساسية اربعه اركان حتى يكون الانسان فعلا تائب في هذا المجال في عندنا روايه عن الامام الباقر عليه السلام زمن بني اميه كلهم كانوا ظالمين، اذا افتتحوا حكمهم بقتال امير المؤمنين، وهدموا الكعبه، وقتلوا الحسين سلام الله عليه، واجا الحجاج بن يوسف الثقفي احد ولادهم، ايضا كان يقول بعض العلماء في زمانه انه لو جاءت كل امة بشقيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. لو جاءت كل امة بشقيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، اديش كان الحجاج يعني متعطش للدماء فإجا واحد عند الإمام الباقر عليه السلام من أحد القبائل شيخ من النخع النخعيين قبيلة النخعيين بيقول له للإمام الباقر سلام الله عليه إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة الحجاج الظالم تحت إيده في ولاة أنا كنت واحد من هؤلاء الولاة يعني فيك تفهم يا ابن رسول الله أنه أنا هذا الظلم كان يحصل من خلالي أيضا كل والي عنده مجموعة تحت إيده مظبوط طيب قال فسكت سكت الإمام شو بده يجاوبه شو بده يقول ثم أعاد عليه مرة ثانية قال له يا ابن رسول الله إني لم أزل واليا من زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة قال لا حتى تؤدي الى كل ذي حق حقه فيك تروح كل واحد ظلمته كل واحد قتلته وكل واحد سجنته وكل كل كل هذه الامور اللي انت نفذت اوامر هذه السلطه الغاشمه الظالمه نفذت هذا الظلم على الناس قادر تروح انت ترتب الامور ترجع الى كل ذي حق حقه تتسامح من الناس إذا قادر ها هي, هي توبتك حتى إذا ما في لك توبة إلا حتى نفذ هذا المشروع طيب من العناوين اللي بيحكيها القرآن في مجال التوبة التوبة النصوح التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح تحريم سورة التحريم الآية 8 سئل الامام الهادي سلام الله عليه ما معنى التوبه النصوح فقال ان يكون الباطن كالظاهر وافضل من ذلك هذا اللي مرق معنا بالشرح هو قصه انه التوبه هي قرار داخلي اراده حتميه للتغيير معرفه بما اذنب واجرم فيتولد عنده القرار على التغيير فإذن هي قرار داخلي ولذلك الإمام قال هي أن يكون الباطن كالظاهر أنه أنت العالم بتشوفك بتصلي وآدمي وما إلى ما هنالك بالباطن بدك تكون أفضل وأفضل من ذلك طيب. صلى على محمد وعلي محمد صلى على محمد وعلي محمد الله سبحانه وتعالى في مسألة التوبة رحمته إلى مستوى أنه عز وجل قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصور أنه الإنسان بيكون شو سجلين عليه ذنوب صحيفة أعمال سوداء ذنوب 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 ما في حسنات عندما يتوب هاي التوبة الخالصة اللي شرحها أمير المؤمنين وضحت خلال الكلام فالله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا هتلت شروط مع بعض فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الإمام الصادق شرح الآية مضمون الآية فقال أوحى الله عز وجل إلى داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام قال يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا مني عند ذكره أنه كيف كيف عملت كيف تجرأت على الله؟ استحيا, استحيا هذا الشعور بالخجل من الله انه انا الله يراني كيف فعلت هذا الذنب، واستحيا مني عند ذكري عندما يتذكر هذا الذنب، غفرت له اكثر من هيك وانسيته الحفظه الحفظه اللي هن عم يسجلوا الاعمال وابدلته الحسنه، اكثر من هيك صار شو مكان السيئه صار في حسنه ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين وأيضا الإسلام بأدبنا بأدب بهذا المجال أنه نحن مثل ما نحن نرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ونسمح لأنفسنا أنه نحن باب التوبة مفتوح لنا علينا أن لا نغلق باب التوبة للآخرين ولذلك جاء النهي عن انه الانسان يجي يقول فلان الى جهنم ممنوع مثلا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ويل للمتالين من امتي مين المتالين الذين يقولون فلان في الجنه وفلان في النار ويل روايه ثانيه عنه صلى الله عليه واله وسلم وهذه مرويه ب وسائل الشيعة إن رجلا قال يوما والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان؟ مين اللي قرر عني؟ مين اللي حكى بالنيابة عني؟ مين اللي بلغ أنه الله لا يفعل هكذا ويفعل هكذا؟ مين؟ من الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد غفرت لفلان واحبطت عمل الثاني بقوله لا يغفر الله لفلان فصار اللي حسم هذا الموضوع هو الخسران وذاك الله سبحانه وتعالى غفر له فاذا خلاصه الفكره اللي نحن ركزنا عليها هذا اليوم هي ان التوبه ليست كلمه فقط في اللسان وان كان هذا الذكر مطلوب استغفر الله مطلوب ذكر مطلوب لكن هي مسار يختاره الإنسان في الحياة يكون صادقا في اتباعه يذهب إلى أصحاب الحقوق فيعطيهم الحقوق وإذا كان ذنبه في حق نفسه بترك فرائض بيروح بيقضي هاي الفرائض وفي حق الآخرين كان إفساد بروح يصلح اثنين متفقين خاصمهم بروح يصلح بيناتهم أكل حقوق بيرجع بيرجع الحقوق ولذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: احدث لكل ذنب توبه السر بالسر والعلانيه بالعلانيه، اذا كان انت ذنبك بالسر فانت بينك وبين الله ارجع استغفر وامحيه، اما اذا كان ذنبك بالعلانيه مثل ما هذه الروايه اللي كانت عن ذاك اللي اجى عند الامام الباقر عليه السلام بدك تروح بالعلانيه تروح شو تعمل؟ ترتب الأمور ويكون إصلاحك هذا العنوان القرآني في العلانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والفاتحة إلى أرواح الشهداء من مات على ولاية أمير المؤمنين أمواتنا المنسيين وإلى روح شيخينا الجليلين الشيخ سلمان والشيخ جعفر آل الخليل تسبق الصلاة على محمد وآل